أسعد الله أوقاتكم مشاهدين ترندز، ويا هلا ويا مرحبا فيكم جولة جديدة لأبرز الهاشتاجات والتداولات اللي رصدناها لكم من مختلف منصات التواصل الاجتماعي. خبرنا الأول مع قرب موعد عودة الدراسة في مدارس الكويت، وحرصا منها على راحة الكادر التعليمي من موظفين وطلاب، وقعت وزارة التربية أكثر من 6 عقود للأثاث المدرسي. نشوف هالفيديو من حسابهم بتويتر. بدأت إدارة التوريدات والمخازن ومنذ عدة شهور، وبعد وصول طلبات طباعة الكتب من القطاعات المختصة وهي قطاع إدارة المناهج، وضعنا خطة من عدة مراحل، حيث أن هذه الكتب بدأت بالوصول تدريجيا ولم يتم اكتمال هذه الكتب بشكل كامل. فتم توزيع الفترة الماضية عدة مناطق تعليمية في الابتدائي، منطقة العاصمة ومبارك الكبير والجهراء وحولي، في المتوسط العاصمة ومبارك والجهرة وحولي، أما في الثانوي فقد كانت 3 مناطق وهي العاصمة ومبارك والجهرة. وخلال الفترة القادمة بإذن الله سيتم توفير هذه الكتب قبل بداية العام الدراسي لأبناء الطلبة. أما فيما يخص الأثاث فقد تم توقيع أكثر من 6 عقود خاصة بالأثاث المدرسي، وتم توريد جزء من هذه العقود، وجاري التوريد لكامل الكمية خلال الأيام القادمة، ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. أما تحت هاشتاج الخطوط الجوية الكويتية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لولادة طفل للمرة الثانية على التوالي خلال هالشهر على متن الطائر الأزرق خلال رحلتهم الجوية. نشوف معاكم أحد الفيديوهات المتداولة. لنكن على دراية. عبر هالهاشتاج تداول نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي فيديو تابع لحملة لنكن على دراية التوعوية بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية حول طرق التعامل مع معلومات الشخص المصرفية أثناء السفر إلى الخارج. خلونا نشوف معكم هالفيديو التوعوي من حساب الجريدة بتويتر. اختر الدفع بالعملة المحلية للبلد اللي تزوره علشان تتجنب ارتفاع أسعار عمولات الصرف المصاحبة للدفع بالدينار الكويتي. إذا فقدت بطاقتك أو واجهت أي مشكلة، اتصل على طول بقنوات التواصل التابعة للبنك. لما ترجع بالسلامة احرص على تغيير الرقم السري الخاص ببطاقاتك من خلال أي من فروع البنك أو أجهزة السحب الآلي. ولنكن على دراية. ومثل ما يقولون الصيف أول طلوع الثريا وآخر طلوع سهيل، وابتداء من فجر 4 سبتمبر الجاي يبدأ نجم سهيل بالظهور، ما يعني بإذن الله بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف واعتدال الجو. تفاصيل أكثر تابعوا معنا هالفيديو المتداول لمركز العجيري. وفي إنجاز جديد ينضم لقائمة الإنجازات الوطنية، تأهل بطل الكويت للترايثلون عبدالله نجيب الرفاعي لبطولة العالم للرجل الحديدي بكسر حاجز 10 ساعات بتحقيق رقم كويتي جديد في السويد. نشوف معكم جانب من التغريدات المتداولة في تويتر.
أما جنون المغامرة بنشوفها بهالفيديو المتداول عبر صفحات تويتر لشاب يسبح برفقة أسماك القرش بكل هدوء. يلا أبا. إيه. أنت ما تحرك يدينك وايد عشان لا يأكل يدك. حرك. إيه شو بدون حركة خفيفة يعني. أرفع أصابعك. ما يخلصون أبيهم يمرون بس. ها تعال مني تعال مني ولا الدرج في الثاني. إيه لا تحرك إيدك وايد. خلاص عني. يلا يلا يلا. يا وقت الحداق. نفس واحد ثاني. بقيت فيه ما تخيل بس عليه. حتى ونروح معاكم لنيوزيلندا مع هالحدث اللي يتكرر لها مرة كل 100 عام جراء فيضانات اجتاحت مدنها وشلتها ودمرتها بشكل شبه كامل وإعلانها حالة الطوارئ. خلونا نشوف معاكم هالفيديو المتداول من حساب سكاي نيوز. ختامنا لليوم بتغريدة مؤثرة ودع خلالها النجم البرازيلي المخضرم كازيميرو صاحب 30 عام جماهير ريال مدريد عبر حسابه بتويتر، أكد فيها أن مدريد أعظم قصة عاشها، وتفاعل المغردين من كل العالم مع خبر رحيل كازيميرو متداولين العديد من صوره ومقاطع الفيديو. نشوف معكم جانب من هالتداولات. وصلنا معكم لنهاية جولتنا لليوم، نشكر متابعتكم، نشوفكم باكر في محطات جديدة، أما الحين نقول لكم مع السلامة.